الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا من خلال المسار السياسي. وشدد السيسي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على أن الاتفاق السياسي هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار إلى ليبيا وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. من جانبه أعرب السراج عن شكره للجهود المصرية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وعلى رأسها التصدي لجميع الأطروحات الخارجية التي تهدف إلى التدخل والنيل من استقرار البلاد. كذلك تضمن اللقاء اتفاق الطرفين على أهمية صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخرى.